بقى النادي بقى جابوني النادي بقى. اول لحظه دخلت فيها الاهلي عشان تمضي كان احساسك ايه؟ انا مصطفى ما مضنيش انت عارف. ما مضنكش؟ ايه مضوا مين؟ طيب ما تقول للساده المشاهدين. انا عايز اوريك بقى، جيت داخل الملعب كان الشرطه اصفر فين الصفرة فاكرهم؟ واول واحد قطع فيها مين يا كابتن مصطفى؟ مين؟ مين يا ملا؟ مصطفى عبده. انت كنت لابس من انت التحرير صفرة. ايوه والشرطه اصفر. بالظبط ده النادي بتاعي وانا طبعا عدس، كنت لابس طبعا عدس. كان معاك محسن صالح. ايوه مش فاكر والله العظيم كان معاك وانا جاي طبعا. كان ثابت الله يرحمه فتحي مبروك. الحقيقه انت طبعا انا ما اعرفش مين طبعا، انت وانتوا سمعتوا انه في لعيب جاي سوداني حتى ما كنتش عارفين اسم ايه، فدخلت وسطكم كده وخلاص بقى العمليه عدت. الوحيد اللي خدني من ايدي وخرجني ولقاني مخضوض كده ومش عارف اعمل حاجه كابتن هاني مصطفى. الله يديله الصحه والعافيه يا رب، ربنا يكمل شفاعه على خير. الله يخليك. فقال لي تعالى انا شافك انت كده، احنا سمر زي بعض، قال لي احنا سودانيين زي بعض، فتعالى كذا كذا. قعدت شويه كده بقى، وبعد كده اتمرنت وكنا مع بعض بنتمرن وكنا بنعمل التراك لو فاكر بتاع ايوه كروس كانتري. ده كروس كانتري بتاع الجزيره وبتاع انا بطلع الاول وانت الثاني وفتح مبروك الثاني. انت كنت بتهرينا منى، كنت كل ما اجري قدامك كده تقول لي نخش مع بعض يا كابتن احمد ماهر الله يرحمه وحمدي جمعه كان بيسابقنا بظهره. حمدي جمعه كان بيجري بظهره وبيسابقنا. فهي دي يا كابتن مصطفى اللي خلت الخواجه يحط في دماغه ان انا عندي لياقه بدنيه، عندي عندك تحمل والتحمل الحاجات دي كان محتاج لها في حاجات معينه. وهو طبعا بعد كده طبعا مع التدريبات والحاجات دي انت هنكمل القصه دي اذا كنت عايز تعرفها. طبعا. ان هيدوكوتي ما بداش يقتنع بيا الا لما حس انه لياقتي البدنيه بدات تكون عاليه، وكان وقتها طبعا 73 ما لعبناش دوري. انا ما اعرفش انا ما كنتش وقتها. لا ما كانش احنا لعبنا 73 كان في دوري اللي كسبوا المحله مجموعتين؟ لا مجموعه واحده. مجموعه واحده بس المحله كسبت البطوله في السنه. انا كنت جيت اكتوبر راسي انا دخلت ما مصر. انا هقول لك لسه اهو، ادي هو مصر هيدوكوتي وعبد الباقي وادي عبد المنعم مصطفى حسين جارني شطه اهو. ما شاء الله. انت جيت في تاريخ البشريه كلها توقفت عنده اللي هو 6 اكتوبر 73. التاريخ ده بالنسبه للمصريين وبالنسبه للامه العربيه كلها تاريخ كبير جدا. التاريخ ده بيمثل لك ايه انت يا منعم اللي انت جيت فيه اصلا مصر وبدات تبقى موجود في النادي الاهلي؟ اخر طياره نزلت في مطار القاهره في مطار القاهرة في مصر يعني سنة الساعة 2 الظهر طيارة انا السودان. بعدها الحرب قامت. يعني جبت لنا الحرب. لا جبت لك الانتصار. طبعا طبعا فوز. ده الساعة 2 كانت الدنيا كان قفل. ده كويس قوي ان الطيارة حتى ما رجعهاش في المجال الجوي. لا خلاص انا دخلنا بعد كده بعد الساعة كانوا قفلوا المجال الجوي. فانا بقى انا كنت سعيد جدا لان انا كمان عايز اقول لك على موقف. انا كمان عم عبده قبل ما يوديني البيت عنده وداني الفندق في شارع عماد الدين اللي كان ساكن فيه مين؟ محسن صالح. لا والله كان محسن صالح برضه كان جاي من بورسعيد لو تفتكر. انا فاكر. فكان قاعد في الفندق ده اسمه فندق جلوريا ما اعرفش اذا كان. ايوه. فمحسن صالح طبعا كانوا بورسعيديه كلهم. فانا برضه تعرفت على محسن صالح في الاوتيل. فبقول لك يعني الحرب دي كانت برضه عشتها وكانت الشوارع وكنت بطلع في مع الناس عشت برضه الانتصار ده. هل ما خفتش ان الكوره ممكن تتلغي بسبب الحرب؟ انا توقعت انه سنتين ثلاثه مش هيكون في كوره ولا يكون في يعني الحقيقه توقعت توقف للكوره. لكن الحقيقه اللي فاجئنا سنه 74 على طول كملت الدوري سنه 73 والدوري 74 بدا. مظبوط كده. انا بقول يعني انا الحقيقه كنت محظوظ اني جيت في هذا التاريخ لانه بالنسبه لي يعتبر انتصار كبير جدا ان انا جيت في انتصار اكتوبر اعظم انتصار. وش الخير علينا. الله يخليك.